عدنا من جديد، تحية لكم الناس الكل مواصلين معكم في نولي فام حتى الماضي ثلاثة. بما أنه الأسبوع القادم انطلاق الامتحانات بالنسبة لتلاميذ التعليم الأساسي مختلف المستويات، الشفوي تقريبا فما اللي انطلق فيه وفما اللي يكمل ينطلق فيه طبعا في الأسبوع القادم. اليوم باش نحكيه على قلق الاختبارات، قلق الامتحانات اللي هو جملة من الأعراض الفيزيولوجية اللي نلقى فيها التوتر، تكون أعراض نفسية أعراض جسدية وغيره. برشا ناس تخاف من الفشل وخاصة من الاختبار في حد ذاته، هو مالغري تلقاه راجع دروس الكل ولكن ديما في وقت الامتحانات ولا في وقت الشفاه يلقى روحه ينسى. فمك النسوة هذيك وفمك الخوف، هذا عنده أسباب ماهوش وحده وماهوش طبيعي. وكيف كيف كيما عنده أسباب كيما عنده جملة من الحلول وطرق نوعا ما تساهم في التخلص منه. هذا اللي باش نعرفوه اليوم مع الأخصائية في علوم نفس النمو والتربية ياسمين خضيرة. ياسمين أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا لاني، شكرا على الاستضافة. شكرا لك ياسمين. تقريبا ما فماش حتى حد يزغطو، حتى كان نرجو احنا الارواح نقبل ديما فك الجمعة اللي باش نطلقوا فيها في الامتحانات يبدأ فما شوية خوف وفما شوية توتر ما نقري لي احنا راجعنا كل شيء. هذي شنو هو السبب نتاعو بالضبط؟ أول حاجة يلزمنا نعرفوا اللي الخوف في حد ذاته كشعور راهو طبيعي وراهو مش علامة ضعف، حتى ولو هو نعتبره شعور خايب لكنه مفيد. كيفاش؟ على خاطر يعاوننا أن نستشعروا مثلا موقف يخطر وبالتالي نتأهبوا فنركزوا أكثر ونستخدموا قدراتنا باش نتأقلموا مع المواقف اللي ما نعرفوهاش، كيما وضعية الامتحان مثلا. فهو يعني باختصار شعور طبيعي خطري ومفيد، وما فماش حاجة معناتها اسمها انعدام شعور بالخوف جملة، خاطر هذا يحيلنا روجيستر واحد ياخذ مرضي اللي هو مش طبيعي، معناتها الخوف فطري وموجود فينا باللي نتخلقوا به. لكن هوني الخوف فيه درجات كما قلت انت، كما ذكرت كلمة توتر وقلق، وفما نوصلوا حتى الفوبيا اللي هو الخوف المرضي. دونك فيه درجات وكلها تحيل من نفس الشعور اللي هو للخوف. دونك وقتاش يولي فما اشكال؟ يولي فما اشكال مع شعور الخوف وقت اللي نفقدوا السيطره على الشعور هذا، يكون الحد نتاعو فنلقاو صعوبه في اننا نتعاملوا معاه وتظهر تاثيرات سلبيه اللي عوض ما تخليه باش نقدم ونتحفز نلقى روحي غير قادره على تاقلم. دونك فما اعراض نلاحظوها اللي تظهر على مستوى الجسد مربوطه بالخوف، اللي هي مثلا تعرق في اليدين، رعشه الجسم، ساعات يصير قلق في المعده، الام في الراس، فقدان مثلا في التركيز، العبد يحس انه فاشل وغير قادر انه يعمل حتى شيء، خفقان مسارع في القلب اكسترا. دونك الاعراض هذه علاش تجي؟ تجي وقت اللي يصير وان المخ يترجم اون سيتياسيون والا ان ستيمولي معين على انه مناس. دونك يعيش الجسم كانه اخترق بيه ويدخل في حاله نتاع تاهب. الشعور هذايا ساعات ما يقابلش وعي الشخص بانه الوضعيه فعلا بهذه الخطوره، يعني يعرف انها ماهيش خطيره للدرجه هذه، لكن الجسم في مستوى اللاوعي نتاعو يعيشها كانها مساله حياه او موت. نعم. شنو يصير؟ يفرض لنا هوني هرمون الادرينالين اللي هو الهرمون نتاع الستريس، علاش باش يمثل الجسم باش يعطي استجابه من نوع يا اما مواجهه والا هروب. معايا نرمين؟ اي نسمعوا فيك، اي نسمعوا فيك ياسمين. فوالا دونك جست باش نتاكد انه صوتي مسموع بي. دونك ما بين الزوز استجابات هذوما نلقاو عوامل نفسيه وذهنيه وتربويه اللي تلعب دورها، خلي شخص يغلب الخوف نتاعو والا الخوف يغلبه، وهي اللي تفسر علاش التلميذ والا الطالب فما شكون اللي يذوب ما يبدا يخدم في الامتحان نتاعو في بون الخوف يمشي على روحه، وفما واحد يخو يتبلوكا مسكين ويزيد به الاعراض لدرجه يولي يوصل يقول لك ما عادش نحب نمشي نعدي جمله. دونك من العوامل هذيا باش نختار الزوز انا باش نفكروها ونحكي فيها بالبي اللي هو اللي هي معناتها تلمهم الكل وتقريبا ديما نلقاوها موجوده. فما العامل نتاع الانتظارات اللي هي يعني فريمون حمل كبير يتحط على السيف الطبيب ولا الطالب سواء من المؤسسه والا حتى من العائله. دونك من الحاجات اللي نتفكر وقت نسمعوها يقول لك مثلا يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. دوموند عليه معناها يهان، يعني بالنسبه لي انا ما فماش حتى حاجه في الدنيا تعطي الحق والا شرعيه وانه يهان الشخص ولو هي وضعيه. دونك هذوما حاجات يعني اللي تحصل الطالب بريمون صورة نتاع كل عدد اللي جابوا ويولي تمثلوا روحهم انا قديش مش انا شنو عملت وانا شنو تعلمت.
نلقاو زيادة غياب إشباع الاحتياجات العاطفية من مرحلة الطفولة. اللي شو يصير لهنا؟ دونك غياب إشباع الاحتياجات هي يضعف بناء ثقة الصغير في روحه، فيولي يخاف يستكشف، يولي يخاف يجرب حاجات جديدة. من هون يتكون لنا الموديل نتاع الشخصية ذات التعلق غير آمن، اللي تكون بصفة عامة ذات قدرة ضعيفة على التأقلم. شوفي مع الوضعيات الجديدة كيما وضعية الامتحان، دونك هذو من أهم الأسباب المتواجدة اللي ديما نلقاها وتفسر علاش الخوف هذايا من كونه مفيد وباهي ومحفز يولي يتعمق ويولي انديكاسيون. دونك أهم نقطة في اللي حكيناها هذايا الكل هو إنه الاحتياج الرئيسي ديما مقابل الشعور بالخوف هو توفير الشعور بالحماية والأمان. الأسباب هذه اللي احنا كنا نحكي فيها أكيد جدا، فما شكون اللي يلقى 3 ولا 4 منهم، فما شكون يلقى سبب منهم، واللي هما بطبيعة يرجعوا إلى مرحلة الطفولة ومرحلة التربية المبكرة، معناها حتى في علاقته مع الأسرة، في علاقته مع الجانب النفسي اللي هو وغيره من شملة الأسباب اللي أنت ذكرتها. اليوم اللي مامون اللي يسمعوا فينا يقول لك يا ياسمين أنا في الوقت ذي شنو المطلوب، شنو الحل اللي نجم نطبقه في اللحظة هذه بالذات؟ هو راهو موضوع معناتها عميق وكبير، معناها مانيش باش نتوسع برشا برشا، اما باش نحاول نلخص اهم النقاط اللي هو شنو كيفاش باش ننجم نواجه الخوف هذا ما نخليش يولي لي اونديكاتور في وضعيه الامتحان. الفكره الكل تتمثل اني نحافظ على توازن على ثلاثه مستويات اللي هو مستوى الجسد والافكار والسلوك. كيفاش؟ ما نهملش احتياجاتي الجسديه من ماكله نوم رياضه نفسها مرتاحه، ما نقصش على ممارسه الهوايات والانشطه الممتعه. فما برشا معناتها دي بارون لاحظوا انهم في البريود نتاع الامتحان يقص على الاكتيفيتي نتاع الصغير، يقول لك لا باش يحضر، لا راهو مهمين معناها الانشطه هذوما كنخليهم دونك نحافظوا عليهم. بالنسبه للطالبه فما تمارين التنفس، تمرين التنفس مهم على الاخر. علاش؟ على خاطر مفيد اول حاجه على المدى القصير معناها في وقتها، وعلى المدى الطويل وخصوصي في اللحظه اللي تسبق الامتحان اللي هي اوكسيوجين برشا. دونك مهم ان نتعلموا كيفاش نعملوا التمرين هذايا، نتنفسوا على 3 مرات في كل مره 6 ثواني، نجبد الهواء الخشني على 6 ثواني، نخزنوا في كرشي على 6 ثواني اخرين، وبعد نخرجوا على 6 ثواني. دونك التمرين هذايا كيف نعلموه للصغيرات او الناس وحتى على روحنا نحن معناتها عنده اثير ولاسون باهي. اذا كان بدات تجي مثلا الاعراض هذيك اللي ذكرتها قبيله، دونك نحاول ما نركزش معاها ومع الافكار النفسيه ليها، كيما مثلا باش نقول باش يضحكوا عليا اصحابي ولا باش يراوني شخص ضعيف، لا راهو بالعكس راهي علامه نتاع امبليكاسيون نتاع انجاجمون. دونك فما فكره اني فاشل ومانيش باش نجم نعمل حتى شيء تويكا، هي من الافكار الاوتوماتيكيه اللي ديما نلقاوها في لحظه هيك نتذكر اني نجحت واني عملت مجهود ومشيت وقريت وجيت وكل شيء. دونك معناها ليسونسييل مولود. فشو نعمل؟ نبدا بالاجوبه اللي نعرفها واللي هي بطبيعتها باش تجيب البقيه، وهذه اللي نسميوها التداعي، معناتها فكره تجيب اختها. فوالا. دونك بالنسبه للجيستيون دو طون، طريقه المراجعه وتحديد المعلومه، دونك نحاول نلقى استراتيجي ايفيكاس اللي تتماشى معايا. كل حد ونقاط القوه نتاعو معناها في تخزين المعلومه، فما اللي عنده مثلا والاستقبال المعلومه زادك، فما كل صغير وكيفاش يستقبل لك الانفورماسيون. صحيح. فما اللي عنده مثلا ميموار فيزويال قويه يمشوا معاها كليشيما والخرايط وانه يعمل الوان في الكور باش يتذكر معناتها المعلومات المهمه. فما شكون لا تلقى عنده ميموار اوديتيف قويه، دونك كيف يقرا بصوت عالي والا يسجل يخزن المعلومه ما فيه. فما اللي قلتيلو كينستيزيك يسجلك المعلومه مع معناتها مع الحركه. وفي هذا الكل دونك لازم نعرفوا اللي تخزين المعلومه راهو من مرحله التلقي حتى الوصول للذاكره طويله المدى راهي تاخذ وقت. دونك هذاك علاش نطلب المراجعه على فترات تكون اساسية، مش قبل بياسر من الامتحان ومش قبل بليله. فوالا. دونك بالنسبه لهذه على مستوى الفرد معناتها، على مستوى المحيط نحاولوا بربي نوعاه بالاسقاطات اللاواعيه واللي هي معناتها تحمل الصغير انتظارات ساعات فوق القدره نتاعو، وراهي تمس شخصيتهم وتمس صحتهم النفسيه. انا نحبه يولي كذا، نحبه يكون طياره في الكلمه فيها خاطر انا ما كنتش طياره فيها. تضم الكل مجموعه من الاسقاطات اللي ساعات تكون واعيه وساعات لا واعيه. وقت حقق انت في غايتك اترافير ولدك معناها. فوالا. دونك ما نتعاملوش مع الامتحان على انه هي العالم،
راهو سيكيو سيتياسيون دونك ديما فما فرص تجارب وديما فما حلول بديله. والصغار راهم هما اللي عديوا مش معناتها ماهمش لي بارون دونك نعاود النقطه هذه بالباهي. راهو معناها ما نلبسوهمش بالرسمي للحد اللي نفقدوا فيه الحدود بين زواجنا نحن وبين زواجهم هما. دونك ما ننساوش هونيه باش نتذكروهم في شخصهم معناها باش نسالوا مثلا كيفاش تعدى نهارك؟ كيفاش هي احوالك؟ مش عملت وقد جبت؟ وما نسمعوا كان كلمه برا اقرا معناها في الفتره هذيك. دونك راهو الصغير اكبر من العدد والعدد ما يمثلش ديما راهو لتخهم. ولا دونك هذا هو باش الصغير ما ينفرش من القرايه وهذا نشوفوه معناها عند صغارنا الكل الحقيقه تقولوا برا اقرا حتى كان مشى يقرا راهو بك النفور هذاك ولا نوعا ما محبه معناها فك الحاجه اللي هو باش يعملها فوق من قلبه ولهنا حتى كان باش يقرا ما نعرفش اي مدى راهو ماهوش باش يستقبلها بالكميه والكيفيه المطلوبه. مدام ياسمين شكرا لك على كافه التفاصيل مشكوره جدا على النصايح اللي قدمتها لنا وبعض المحتويات اللي متاكده انها باش تفيد برشا لمامو. مشكوره جدا نهارك طيب سعيد. شكرا لك. الاخصائيه في علوم نفس النمو والتربيه ياسمين خديره. قلق الامتحانات لدى الاطفال عنده اسباب كثيره كنا نذكرناها بكري شويه فرصه باش انتم هكا تتفاداوها مع صغيراتكم وكيف كيف كيفاش نتعاملوا معهم في هذا الظرف وفي هذا الاشكال تماما. ان شاء الله ربي ينجحهم الكل وربي يوفقهم. سينو مازلنا نحكيو شويه على الامتحانات ولكن بعد شويه باش نحكيو على الجانب الصحي. شنو هو التغذيه اللي لازمها تكون موجوده في ليمت هذوما من فطور الصباح لفطور نص النهار؟ شنو القيمه الغذائيه اللي لازمها تكون متوفره على امتداد نهارهم الكل باش تعاونهم على التركيز وعلى استقبال المعلومات وكيف كيف تنشيط الذاكره؟ ولكن قبل بعد شويه تكون ضيفتي رئيسه الاتحاد الجهوي للمراه بنابل مدام فوست قمهير باش نحكيو شويه على الانشطه اللي قدمها الاتحاد انشطه مختلفه تنمويه اقتصاديه تعليميه وغيرها داعمه للمراه. هذا هو